حكومة عزيز أخنوش في نسختها الثانية وبعد تعديل ثلث الحكومة وزيادة 14 منصب تقريبا ولا 15، واش دفعة جديدة واش تغييرات الشوط الثاني ستقلب النتيجة وغتقلب لنا معدلات البطالة والتشغيل والأزمات الاجتماعية والغلاء والفقر والإضرابات اللي موجودة كلها، ومن هذا عامين سنعيش رخاء وتحل جميع المشاكل؟ أنا أؤكد عكس ما التوقعات ديالك ولا السؤال ديالك اللي طرحتي. ماشي توقعات، أنا أنني أنا متأكد، لأنه شوف حكومة عزيز أخنوش تفتقد للمسة السياسية، لأنه عزيز أخنوش قال أنه عامين ولا ثلاث سنين اللي داز حقق كل ما التزم به، وفهاد العامين اللي بقى غادي يحقق داكشي اللي بقى يحقق اللي باقي، ما خرجش يحتج يخرج يحتج، لا بقى شي حاجه ما تزادش فيها يتزاد فيها. دابا جاب وزراء جداد واخا عندهم كفاءه، واخا نمشي معك في هاد الوزراء جداد عندهم كفاءه. كيف تفسر وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، رجل اعمال مدير شركه لصناعه الحلويات مشهوره، رجل ناجح في تدبير المقاولات والمشاريع وعنده قدره على تدبير الملفات الكبرى والتسيير ديال الموارد البشريه، ولا نجح في عالم المال والاعمال وتدبير الشركات الكبرى ممكن ينجح في وزاره. لكنه لم ينجح في تركيب جمله مفيده اول امس السبت. قدرش يركب لنا جمله مفيده في خطابه امام بزاف ديال الوزراء ما كيعرفوش يدوا بالعربيه، واخا ما يعرفوش يدوا بالعربيه، وليست العربيه هي اللغه الرسميه للبنات، مدونه في الدستور، ماشي ضروري باش يسيم وزاره، ياك خصو يدوا معنا فرنسيه، ماشي معنا وما كيدوش معنا، شو ما كيدوا معنا يدوا مع المدراء اللي معاه اللي عنده. انا وياك هذا نموذج. النموذج الثاني هو وزير الصحة زيتيه من شركة أكسال أكا أخنوش وسال سلوى، أن سلوى أخنوش ورجلها كان مدير عام في الشركة، جبتي درتي في وزارة الصحة مكان خالد أي الطالب. أنا هنا ماشي تندافع على خالد أي الطالب لأنه هو رجل اختصاص وأنه بروفيسور إلى غير ذلك، ولكن أنا أشير إلى أن هذا التغيير بالضبط كانت صفية حسابات سياسية واضحة بين عزيز أخنوش وخالد أي الطالب. وأنا أقول لك الكرونولوجيا باختصار، الكرونولوجيا خالد أي الطالب، لا شنو المشكل بيناتهم؟ بضع ثواني. خالد أي الطالب كان وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني، ودبر المرحلة الصحية ديال أزمة كورونا على أحسن وجه، كل شهد بذلك. فانتخابات ديال 2021 تم تشكيل الحكومة الجديدة، اقترح عزيز أخنوش نبيل الرميلي العمدة ديال مدينة الدار البيضاء الآن وزيرة للصحة، وتم تعيينها وزيرة الصحة. جلست مدة أسبوع أسبوعين وزيرة الصحة، وبدأت في تصفية حسابات مع تركة أي الطالب. بعد أسبوع بيعزم من جلالة الملك تم تعيين خالد أي الطالب ليكمل ما بدأه في كورونا. وبدأ خالد أي الطالب في الاشتغال بجدية، وأنا نقول لك فين كاين الجدية. الجدية بانت في داكشي الحوز المستوصفات والمستشفيات، وهذا جا وفد من الوزارة من منظمة الصحة العالمية، وأشاد بجوج الحوايج، أشاد بالدور اللي داروا وزير الصحة في ذاك القطاع، وأشاد بالسياسات الرشيدة لجلالة الملك، وهذا كاين في بلاغ رسمي لوزارة الصحة إلى غير ذلك. ما الذي وقع فيه أخنوش ولا تيشوف على أنه أي طالب خدام حسن منه وحسن من حكومته كاملة، وأن أي طالب لديه حظوة أنه عنده دعم ملكي إذا بغينا نقوله بطريقة غير مباشرة. فبدأ هنا صراع سياسي بين أخنوش وأي طالب، كان بعض الكواليس اللي ممكنناش نهضروا فيها لأنها كتخص بعض الأشخاص، ولكن كان كيتسنى الفرصة المناسبة. الفرصة المناسبة هي أنك تحيديه وجيب مدير عام كان خدام في شركة مرتك. هذا الشيء أيضا سياسي، وقول أنه خليني نقول لك تهراوي لما تم تعيينه، وحنا كصحفيين بغينا نكتبوا الخبر، من دخلنا لجوجل لقينا صورة وحيدة وبواحد الكاليتي عيانة. فين هي السياسة؟ كان مدير ديوان ديال وزير الفلاحه، بلاتي نقول وديون، كان كاتب العام في رئاسه الحكومه، راه السكرتيره ديالو جابه مديره ديال ديك الوكاله ديال الدعم الاجتماعي. هذه السياسه، قلت كنجيبوا الناس ديالنا اللي كيخدموا معنا، هذا اللي كان ديما. هذا الشيء اللي قال فيه بن كيران واحد الوقيته ان زواج المال والسلطه خطر على الدوله، هذا الشيء غيبان في الانتخابات الجايه.
اي بان الانتخابات الجايه لان هذيك السيده اللي قالها وهو مكمل في الحكومه وكيدافع عليها لان هذيك السيده اللي كانت في جود ستستعمل هذه المؤسسه الحكوميه ديال الدوله في انتخابات وما عرف الفوهبي وانتقد جود. انا غنقول لك هذيك المساله الشهيره ديال انك عندك مشكل مع وزير تحيدو وتجيب مدير عام ديال الشركه ديالك يولي وزير. هذه وقعت في البلوكاج الحكومي. احنا كنذكروا ملي كان سعد الدين العثماني وزير خارجيه فتره من الفترات تحيدوا تعطات وزاره الخارجيه لصلاح الدين مزوان في واحد الوضعيه اللي كانت. شنو جا من بعد؟ من بعد ملي جا البلوكاج تحيد عبد الاله بن كيران وجا هذاك سعد الدين العثماني اللي حيدوا بن كيران واحد النهار من وزاره الخارجيه. نفس السيناريو يتكرر اليوم. وزير الصحه درتي معنا مشاكل غنحيدوكم. نمشي وسيدي الكاتب الدوله الحسن السعدي والخطاب الذي يحاول البعض ترويجه انه السيد نجاح وجا من الهامش وكذا لا يعني انك تجي من الهامش انك كفاءه. لا يعني نقول لك علاش حيت هذا النقاش انا غنذكرو هذا النقاش ما كانش نهار طلع امكراس وزير ديال التشغيل نهار طلع ما كانوش الناس كيهضروا على الهامش كانوا لا ما عندوش تجربه وكذا وكذا وما كانش على الخلفي. الخلفي ايضا جاء من الهامش. انا ما تندافعش على حزب ولا على اشخاص ولا كذا. كذلك بعض الناس احزاب يساريه ومختلف الاحزاب كيقول لك السعدي راه رئيس ديال الشبيبه ديال التجمع الوطني الاحرار دار الانتخابات صوتوا عليه صوتوا عليه الناس صوتوا عليك الناس كبرلمان علاش ما يكونش وزير صوتوا عليك الناس كبرلمان لا علاش ما يكونش علاش بلاتي انا نقول لك بلاتي انا مابقاش الوقت غير علاش ما يكونش بلاتي نقول لك نقول لك علاش ما يكونش علاش ما يكونش لان الصوره التي رسمها قبل اشهر في مؤتمر ديال الشبيبه في اكادير ماشي اشهر هذيك ايام توسي وانا نقولوا ايام حنا شفنا اشهر باش نساو واش وزير ما كيشطحش لا واش مهبول انا وزير 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 يرقص بينما مئات الشباب في الفنادق في نفس الاسبوع في نفس اليوم تيموتوا تياكلوا العصا مع السلطات وبغي يحرموا مرجعيه مختلفه هو عندك مرجعيه ليبراليه انت عندك مرجعيه انت فاعل سياسي انت فاعل سياسي في حزب يقود الحكومه في دوله الشباب اليوم ما بقاش عندهم فرص الشغل طلعوا الفنادق في الشمال باش يهربوا انت في الجنوب كتشطح بعد ايام قليله كتولي كاتب دوله وغتخلينا غتخلينا ليام وغنقول لك انا هذا حسن السعدي ولا هذا وزير الصحه ولا هذا وزير التعليم ولا باستثناء انا كنقول باستثناء المداوي لانه على الاقل على الاقل هو رجل رئيس جامعه ويشتغل في مجاله مجال التعليم العالي اعتقد انه وانا اتفائل فيه خيرا انه يقدر ينجح نتمنى لهم على أي حال التوفيق لمصلحة المغرب في نهاية المطاف. شكرا لك ياسين الحسناوي الكاتب الصحفي والباحث في العلوم السياسية.